المشي مع العرفج هذه المرة مع رجل قدير ونبيل وكبير، كبير بأخلاقه قبل أن يكون كبيرا بحضوره التلفزيوني. عشنا معه فترة طويلة وكنا وما زلنا كلما أردنا لحظة رياضية جميلة ضبطنا متعتنا على توقيته. طرق نوافذ العالم العربي بابتسامته ففتحت له الأبواب. لماذا؟ لأنه يستحق دخولا كبيرا بقدر بشاشته. مصطفى الأغا، تحياتي، صباح الخير لكل متابعي الأستاذ الكبير أحمد العرفج والمشي مع أحمد العرفج، وطلب مني فيديو وأنا عم بمشي. الحقيقة المشي بالنسبة لي أسلوب حياة. المشي ليس رياضة لتخفيف الوزن، الحمد لله وزني كثير. ناس بيقولوا يا أخي أنت نحيف، ليش عم تلعب رياضة؟ هي رياضة بس لواحد يخفض وزنه، رياضة لعقلك يصير أنظف، فكرك يصير أوضح. نحن احنا لأن العقل السليم في الجسم السليم والعقل صحيح أيضا. فبالنسبة لي رياضة المشي كان جوا البيت، وكان أنا عامل جيم صغير بالبيت، وطبعا في هذه معنى المشي بالنسبة لي. عنده سؤالين دائما أحمد عرفج. السؤال الثاني إنه هل من قرارات كبيرة أخذتها وأنا عم بمشي؟ عادة أنا ما بمشي لحالي، بمشي مع زوجتي. بس اليوم مجاعة بلحق مشي. طبعا نسوان لهم مليون اعتبار، اليوم بنتها ابنها عم بجاهل وعم بيقصد. فعادة نمشي أنا وياها، ومعظم القرارات اللي بحياتنا أخذناها وإحنا عم نمشي. نحكي اليوم هلا قلت لها بالذات اليوم الاثنين طلع، نحكي بالشغل، نحكي به الأولاد، نحكي بدراستهم، نحكي بحياتنا، بنحكي بمستقبلنا، بنحكي بكل القرارات الكبيرة بحياتنا بعملها وأنا عم بمشي. فنصيحتي لكم إنه لا تغبنوا الرياضة حقه، لا تغبنوا المشي حقه، لأنه أقل شيء كنت تمشوا نص ساعة ما بتكلف شيء ولا بتكلف ولا شيء، بس هون بصير. شكرا للأستاذ القدير مصطفى الأغا مرتين، الأولى على قبوله دعوة أهلا بالعرفج في أن يشرفنا في فقرة المشي مع العرفج، والثانية على كل ما تفضل به في هذا الفيديو. وش رأيك دكتور؟ أتوقع كده كسب رضا زوجته. أبدا أي والله. أول شيء أنا أشكر أبو كرم فعلا على له من اسمي نصيب. شوف أحيانا تلاقي واحد عنده عدد بسيط من المتابعين ونصف شهرة ويقعد يترجى ويماطلني شهر شهرين. أبو كرم كلمته بعد ساعتين، ارسل لي قلت له يا ابو كرم ما طلع وجهه، قلت الناس تبي تشوف محياك، عيد المقطع. قال لي بكره ان شاء الله، الحين انتهت حصه المشي. جاء من بكره وبكل كرم واريحيه، ما ادري الا هو مرسل لي المقطع كما اريد. شوف النقطه اللي قالها نقطه مهمه جدا، دائما تلاقي النحاف زيك تقول له امشي يقول لك ما احتاج. المشي ليس له علاقه بتخفيف الوزن، قد يكون جزء من الرياضه لكن اللي يخفف الوزن هو الجيم والرجيم مش المشي. المشي كان نيتشه يقول أنا لا أفكر إلا وأنا أمشي، فعقلي مرتبط بقدمي، يعني كأنه لا يفكر له يمشي. فهو أشار إلى أنه تغذية فكرية مهمة جدا جدا للموضوع ذا. وهذا الموضوع يرتب أيضا، هو طرح موضوع ثاني المشي مع الزوجة. أنا أتمنى أن يكون برنامج، لا أريد الرجل يقعد جنب السيارة، زوجته حامل قال لها الطبيب تمشي وهي جنبه بسيارة، لا أمشي معها. أنه فكرة المشي، وفي دراسة وجبناها هنا مرة، أنه 3/4 مشاكل المتزوجين يحلونها أثناء المشي تنحل بسرعة، لأن كل واحد يتنازل مع الطاقة. وموضوع ثالث أيضا دكتور، يعني أبو كرم يقول أنه كثير من قراراته أخذها وهو يمشي، وهو هو زوجته. نعم أنه مولد القرار. بقينا فقط على أبو كرم أنه أنا أتمنى أنه هو يصير اتحادي. وهو عزمني، قلت له شوف أنا بالنسبة لي عندنا مثل. طيب لحظة دقيقة بس أقول المثل. طيب بس لا تقطعني ولا بمشي. طيب يلا ولا بمشي خلاص. شوف أبو كرم قال لي بعزمني في دبي، قلت له شوف طال عمرك عندنا مثل في الحجاز أو في السعودية يقول لاقيني ولا تغديني، أنا أقول مشيني ولا تعشيني. طيب فضل. جميل، أنا ليش أبقطعك يوم قلت أتمنى يصير اتحادي. أيوة. هذا وش يعني؟ يعني أنك تعرف أبو كرم وش يشجع وأنه ما هو اتحادي. طيب وش يشجع هو؟ ليس اتحادي، ما أدري والله، بس ليس اتحادياً تعرفهم بس عادي. يقول هذه خلي هو ينفيها بعدين. لا اتحادي تعرفهم من ابتسامته من حزنه من بكائه. ايه؟ اتحادي لهم علامات تعرفهم. خلني أحاول معك مرة أخيرة، وش يشجع أبو كرم؟
والله ما ادري، خليني اقول لك هو بيستعرض لي الكتاب ان شاء الله بعد شهر، واساله يقول انه انا بستعرض كتاب ولكن اتحاد. انا مضطر اقبل دبلوماسيتك يعني 3 محاولات.